اهلا وسهلا بكم احبتي مشاهدي قناه دبليو تي في وطن الفضائيه في حلقه جديده من برنامج الشارع العام. نحن اليوم واياكم في مدينه الناصريه وبالتحديد في سوق هرج، احد اقدم الاسواق الشعبيه في محافظه ذي قار في مدينه الناصريه. طبعا هذا السوق يعاني من الاهمال، يعاني من المعاناه حقيقه من قبل الناس الموجودين هنا. راح نتعرض لاهم المعاناه في هذه المدينه وفي هذا السوق بالتحديد. خليكم ويانا ولا تروحون بعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم عبد الرحيم سلطان ابو حسان. ابو حسان حياك الله. عندك معاناه تريد تحط والله عبر قناه دبليو تي في؟ رحم الله والديك، جزاك الله الف خير. والله هي كلها معاناه يا ساتر. أنا هسه في هالسن هذا وهاي شوف يعني الحيطة بيضة واشتغل تاكسي وشغل ماكو ومحاربين من قبل الموضوع، شلون تشتغل؟ كل ساعة ويجي يقصك وصل ب 30 يصير عليك 60,000 وأنت 100 ما تحصل لك 10,000 دينار. زين وأنا صاحب عائلة وصاحب يعني تعرف الوضع هذا يعني الصعب هذا مو هيك ولا دوب يا دوب نحصلنا علاقة وإحنا محاربين. تنظر لهاي من جانب، من جانب ثاني عندي أنا ولدي خريجين أربعة كليتهم قاعدين من 2006 لحد الان بما فيهم انا خريج كليه 82 كليه فنون. انا كليه فنون. انا اي ومن 82 انا خريج مواليد 62 وقاعد فاتان العمر انتهت. بس انا اقول خليني انا خليني على صفحه. بس هاي ولدنا هسه عندي ولد ثلاثه خريجين قاعدين، واحد دبلوم تقني واحد اداره قانونيه وواحد مدرس مال انجليزي قاعدين ببيت، وهذا بيت هنا بالفداء لا شغل ولا عمل، حتى ستوته ما عنده. وانا ابوهم عود اللي حصل له علاقه كل ساعه جاني الموضوع يا مشغله طالع على 2000 دينار ما حصل له 10,000 يعني فوق ما رحم الله والديك. ابو حسان الله يسلمك، قضيه سعر صرف الدولار اللي هي اثقلت كاهل المواطن. جزاك الله خير. شلون اثرت عليك خصوصا؟ جزاك الله خير. هاي اثرت بشكل عام، الدولار صعد صحيح صعد 30 او 25 لكن تاثر بشكل عام. بالنسبه انا لي كسائق او بشكل عام، انت هسه من تجي لاي شيء تشتري المواد النشائيه يقول لك صعد، تجي المواد الاحتياطيه يقول لك صعد، مو هيك ولا اثر علي من على الفخير. بس الرجال الزنقيل اللي ياخذ لي 5 ملايين وذول الاحزاب المافيات ذول ما تاثر عليهم. واحنا اللي دمر البلد شنو هو؟ الاحزاب والمحاصصه. لو كان ماكو محاصصه كان ولدي تعينوا من 2006 ولحد الان كم سنه؟ 15 سنه وقاعدين الله شاهد هسه بالبيت سمعوا الحزك لا شغل ولا عمل. او تعرف تعرف انت الاوضاع، انت شوف هاي سوق هذا شوفه هاي شوف هالعالم ترى كلها قاعده يوميا ما يروح الا ب 10,000 ويوميا جايين عليهم تشيلون تشيلون نسوي لكم محلات ويفرض عليه تدفع كون هالقد سطحيه وهالقد ايجار وهالقد وهالقد. هم الناس كلها تعبانه، العالم كلها تعبانه، يعني من المنطقه لها تعبانه من الناحيه الماديه، تعبانه نفسيه. لما تجي الواحد هسه تقول له على فد شيء يقول لك يا معود انا ايش ما ادري بوي مو امس شغله يمك، يا عنده نفسيه ما عندنا نفسيه، العالم كلها يعني نفسيتها تعبانه بشكل عام. منين ما تجيها؟ من الزغل اللي تجيبه ما مستفاد بس الاحزاب. واحنا اذا خلصنا من الاحزاب اللي ماخذ المحاصصه وصايره كتل احنا بخير، انت تعيش وانا اعيش والكل هاي تعيش. بس ما زال صايره محاصصه ومافيات وعصابات ماكو كل فائده. الله يسلمك. رساله اخيره عبر شاشه قناه دبليو تي. رساله اخيره اعبرها. احنا مناشده، احنا الحكي ما جاي يوصل. انا واحد من الناس مناشد، ناشد بقناتين. بس الحكي يا للاسف ما يوصل، ماكو اذان اللي تسمع ولا قلب اللي يحن على هاي العالم يعرف شنو هو. مهمتنا نحكي نوصل الرساله، توصل الرساله. عسى ويكون عسى ويكون يتعظون، ما يتعظون استاذ ما يتعظون. ليش؟ لان هذا مشبع قدامهم، ملينا وعانينا واخر شيء. الكميه كل شيء ماكو لحد الان. بالنسبه للكميه كل شيء ماكو، الكميه اكو تمن هسه بالمخازن موجود جابوه معفن، رافضين 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 الوكلاء، تمن معفن ورفضوا الوكلاء ما استلموا. وهاي من يوم 10 على اساس تسلمون واليوم ايش قد؟ اليوم 30 لو 29 ولحد الان كل شيء ماكو. والعالم عايش على الكميه، بس واحد يحكيها بصراحه واقع حال. احنا قبل عايشين على الكميه، انا واحد من الناس مواليد 62 الله وكيلك ابيع الكميه والتحق بيها وحتى بحاج عمران كميه كافيه والعالم كلها، العالم كلها بشكل عام. انا ما احكي على هاي وهسه كل شيء ماكو كميه وماخذينها من عندك يا استاذ، كميه وما ينطوك اياها بالسنه ينطونك يمكن 6 شهور 7 شهور كل شيء ماكو. لا هم كلهم مو بس مصطفى الكاظم، يا اللي يجي يكمل المشوار، يكمل المشوار على اليمن في سبيل مالاته، يسوي له فيلل ويسوي ارصده مجمده هناك والهاي العالم، تسوي كذا احنا ملعو عليك انا مو احكي لك عنه بشكل عام، كل هاي العالم شوفها تدق بها الشمس كل شيء ماكو لا شغل ولا عمل.
ومحاربين طالدين يومين يكون يشيلون يومين ينطلون. شكرا جزيلا لك، وان شاء الله توصل رسالتك للحكومات يا رب ان شاء الله توصل. الله يعافيك. ويانا احد المواطنين ايضا، السلام عليكم. شلونك؟ شلون صارك؟ شلون زين؟ ابو من؟ ابو حسين. والله العظيم ملينا من العيشه هاي، يعني نركض من الصبح لليل ذني العلاقات ذني، هي هاي مكان ذني، وانا لحاجيك عندي 9 نفرات 6 بنات وانا وزوجتي عاطلين، ماكو صار سنتين مطلع للباحث وماكو خوش اسم بالدولة ما عندي بس الجنسية، وهات تشوف هاي بعد نركض من الصبح لليل وما يعني هسه الباحث من اجى من الاستمارة مالتكم ما وافق عليها؟ وافق عليها، راجعني قال لي اسمك ببغداد، راجعني عدة مرات وقاعدين هم قاعدة، قال والله اسمك ببغداد بالحاسبة، كفيلك العباس من العام والسنة، وكاتل النظام بيناتنا العباس يعني تحط عليه الواجب خوش، ركضت ذني جاي من زوريات وراه لاهلي وصاحب بنيات، هم لاقي لك عندي ولد واطلعهم وشغلهم بنيات، وهات تشوف الحالة هاي زين، بطل زياد ب 3000 يعني والله العظيم مره قضيه ارتفاع سعر صرف الدولار هيدك تركز لي عليها، هم الاحزاب رفعوه على مود فوائدهم، هم فوائدهم بس انا الفقير مضر، انا هسه حصل لي 5000 والله العظيم يوم اطلع ويوم ما اطلع، هاي جبتهم اركض على بطل اشتغل عمالي اشتغل عامل، اي والله في العمر هذا اشتغل عامل زين، انا اركض اليوم طلعت جبت لهم مسواق، قالوا والله زيد قضى التمن قضى الشكر زين، وهاي الصابون والشاي والتايت يعني والله العظيم انا ذاك اليوم ثق بالحسين جيت حط روحي بالوير وقتلها، مليت والله العظيم مليت زين، وعندي بنيات عندي بنيه كليه كفي لك العباس تبكي يعني بشرفك كليه تعطيها مصرف 1000 دينار بشرفك السياسي يقبلها الله لا يوفقهم بجاه فاطمه الزهراء، مليني يا اخي ملينا، قل له بوق لك نص بوق لك 3/4 واضطهد الشعب المظلوم زين، كميه ماكو زياده كميه غير صرف فلوسي، انت كميه غير من قررت الميزانيه صرفت فلوسي شاوينها الكميه، هسه قضى السنه احنا ما مستلمين كميه، كيس طحين كيس طحين والله العظيم ب 34 اول تمس مشتري ب 34000 دينار، لا كيس الطحين ب 34 يعني الله يستر عليك، الف رحمه على والديك، الله يخليك الف رحمه على روحك، كميه يعني شفت شغله الطاقه الكهرباء شرط كمية، هسه يقول كهرباء يقول ذاك اليوم امريكا ما تقبل وايران ما تقبل، الكمية شنو فيلم هالكمية؟ يعني وزير ذاك وزير التجارة يقول سنفاجئ الشعب العراقي ورا العيد، شنو المفاجأة مالته؟ وزير التجارة يعني قلت لك هي معاناة هاي وزارة التجارة برا الكهرباء قول ما سمعته قبل ما سمعته، بس الكمية يعني لا قال واعد فاصوليا وحمص وعدس ومعجونهن كل شيء ماكو حد الان، مصطفى كاظم ويجي لاجل الاصلاح ترى بطل زيت يطلع الناس يحصه هو مو فقط مصطفى الكاظمي من 2003 حتى الان، هو ما هي معاناه هي احنا يعني شكلك اللي الاسوء، انت شنو عملك بالضبط؟ ها؟ ابو زينب شنو عملك بالضبط؟ عامل سائق تاكسي يكفيك مصرف التاكسي؟ لا اذا بكفيك عباس رجعنا راح نجيب عد من الباشر نعيد ان شاء الله خلاص المصرف، ها شو تسوي؟ هسه احنا مين خالف ولدنا قاعدين وشغل ماكو وتعبانين وكل احنا مرضى، والله هسه رحت لهذا الطبيب ابدا اشوف ابدا اطيب، يلا يا الكاظمه اطيب بهاي يعطيك العافيه ويطول عمرك، انا ادعي لك بالخير، فدا انا ابدا اشوف ليش هاي الشباب هسه عدل لنا الكميه كل شيء ما اريد، اي احنا نريد فد من عندك يا الكاظم تعدل لنا الكميه، حتى احنا نسوان احنا بينا خير مو ما بينا خير، النسوان ندبر امورنا، يو اجتنا الكميه ندمر امورك، عندنا مجمدات نحط الخايس بيهن نطلع الخايس الركبه، ها وين هاي الكميه تعطينا اياها؟ يعني ليش هسه الشعب هذا تعبان؟ ليش؟ معجون هذا خايس التمن مزين كله مشترى، والله هسه طلعت يلا يلا ادى اشوف ادى اشتري للجهال، صاح 2000 صاح 2000 اشتريت للجهال 2000، يعني ب1000 ما تمكن، ليش هيك ليش؟ يعني ايش عندنا؟ يو هي كلهم تعبانين تعبانين، عمي اريد الموت ما اقدر اطلع اليوم، والله ما طلعت صار لي شهر ما طالعه، هسه طلعت للسوق، يعني شنو الوضعيه؟ هسه احنا كل شيء ما نريد من عندكم، تركوه عم الزلم، سووا لنا الكميه، يعطيك العافيه يا الكاظمي، الله يوفقك والله يرضى عليك، سوي لنا الكميه عمو واحنا نسوان مدبرات، اي يرضي اي يعني ايش عندك انت رايح لامريكا؟ هي امريكا تحبنا هي نحب هي، ادري شنو يا امريكا بالله بدي اشوفها، يعني انت جبت لنا عدوان تقتل فروخي، ادري انت امريكا تجي تقتل ولد الشباب هاي البنت جيش الشعبي البنت جيش الشعبي وهاي الناصريه ظالمه كلها تعبانه
تعبانه وزلمها تعبانه ونسوانها تعبانه. عمي نسوان ما تطلع، والله العظيم نسوان ما تطلع. دبر لنا الكميه وانت بيك خير تدلل، احنا ندبر امورنا النسوان احنا وياك. اي شو نسوي؟ فد التمريك ما جبتها لنا يعني شني؟ ويعطيك العافيه ويطول عمرك. يلا يلا سيمان لايق. والله استاذ بالنسبه لي وبالنسبه لجميع الشباب وخصوصا الخريجين، اليوم احنا وقعنا بمأزق وخصوصا في محافظه ذي قار. يعني احنا ذي قار حاليا عباره عن صفيح ساخن من التظاهرات، الخريجين العاطلين على العمل، نخرج المظاهرات حتى شنو؟ حتى نحصلنا وظيفه نعيش بيها بهالحياه الصعبه. من نلتجي يعني من نطالب تعيين من الدوله او نطالب بوظيفه، الدوله تقول روح اشتغل بالقطاع الخاص. انت اليوم جيت اسال السوق وشفت الوضعيه بالسوق، يعني البيع والشراء كلش قليل بسبب ارتفاع سعر الدولار، البضائع هنا صارت غاليه. زين اللي 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 هسه اللي يريد يفتح مثلا بسطيه او اي شيء يراد له راس مال، راس مال اذا كان قبل مليون حاليا صار اثنين وثلاثه، لان قلت لك يعني السوق الاسعار كلها بيختلفت من بداية من المواد الغذائيه للملابس ولكافه السلع. احنا بالنسبه ان خريجين ذي قار اللي هو خريجين كليات العلوم اعتصمنا امام وزاره الصحه ما يقارب السنه وثلاث اشهر. اجونا نواب وطلعوا على وضعنا وبس، كل شيء ما حصل من عندهم لحد الان بس وعود. بعدين وعدونا انه يطلقون استماره وتامنا انه تنطلق بالاستماره اسمانه، وتضح بعدين انه كذب. هذه الاستماره اصلا هي استماره استبيانيه ومو غرض التعيين. بعدين انحالت قضيتنا لمن؟ الى مجلس خدمه الاتحادي اللي تعرفه انت استاذي اللي هو مسؤول عن التعيينات حاليا بالعراق. مجلس خدمه الاتحادي ايضا جاي ماطل بقضيتنا. هسه اخر تصريح له قال انا راح اطلق استماره بالشهر الثامن، يعني الاستماره لغاها. وورا ما يطلق استماره في الشهر الثامن يقول الفرج يطول 45 يوم. زين احنا هال 45 يوم يا ترى المعتصم باستطاعته يظل السنه الثانيه هناك ببغداد؟ وانت تعرف يعني هذا يروح من الناصريه الشاب ما بجيبه حتى 50,000 او 60,000 واحد قرضهن ويروح للاعتصام. زين الى متى؟ انا اريد من جنابك ومن قناتكم الكريمه هاي ان توصل قضيتنا الى كل المسؤولين ابتداء من رئيس وزراء. يعني مختصر الكلام بانه على مر سنه وثلاث اشهر او سنه ونص. اي والله سنه وثلاث اشهر استاذ. سنه وثلاث اشهر؟ اي والله. الحكومه المحليه ما وجدت حل رغم وجودكم واعتزامكم. لذلك انا اتوقع المحليه او المركزيه بري. أي الحكومه أكيد. المركزيه عفوا. اكيد. يعني لحد الان ما وجدت لحد الان ماكو اي حل، مجرد يعني تسويف، يعني يجيك يوعدك الاسبوع القادم الشهر القادم. رايك سبب هذا التسويف منين يجي؟ سبب هذا التسويف انا اشوفه بسبب الاحزاب، هي الدرجات موجوده، احنا العلوم سمونا تخصيص مالي بالبرلمان وقرروا عليه. وعندنا 14,000 طبعا، 14,000 صار 7,000، ايضا 7,000 ما اعرف وين راحت. احنا سريد السبعه الثانيه بها تخصيص مالي، لكن يرفضون اطلاق الاستماره بين 7,000 درجه. زين تروح بالمجلس يقول ابو مجلس خدمه الاتحادي يقول والله انا اجراءات تطول عندي، تروح وزاره الصحه يقول وزاره الصحه مو يمي، وانت ما تعرف القضيه وين، يعني جهه شمرك على جهه. فانا اشوف السبب الرئيسي بهذا التسويف هو ضغط الاحزاب على المؤسسات اللي تخص التعيينات، خصوصا مجلس الخدمه الاتحادي والوزارات، وزاره الكهرباء، وزاره الصحه، وزاره النفط، لان الدرجات موجوده وبيها تخصيص مالي، ليش ما تنطلق للشباب؟ فهذا واضح تدخل قوي من الاحزاب وخصوصا من اشخاص متنفذين في يدامون مكتب رئاسه الوزراء. قواك الله. قوى حيلك. الله يعينك على درجه الحراره وقاعد هنا بالشمس. اي والله شو تسوي؟ على هالعيشه هاي الصعبه وهالظروف هاي العالم جاي تعاني منها. خويا نطلب من السيد المحافظ جاي تمدح بي وهذا ابن حلال واحسن من الراحه ومن الاجو، نطلب من عنده على انه يسوي محلات للناس جوا. هذا السوق شكله مو نظامي، هوسه صاير من خلف الجامع ويطلع بيها للصفاه هاي اللي يلقبونها مال ابن معن، هاي كلها يمشطها بالشفلات ويميلها، وكل من ماخذ له ساحه ثلاث بسطيات وأربعة، وأكو واحد ما عنده قد متر ما حد يخليه يبسط. هذا الشيء مو عدل، هاي كلها يعزلها ويسوي محلات بشكل نظام. هم الدولة خلنا خدمك، هم الدولة تستفاد. أنا على مود الطرف، وين الدولة تستفاد والمواطن يستفاد. هاي قاعدة ناس مبسطة بالشارع وكل من ماخذ له مكان وهوس عشوائيات. اي يعني شكل مو نظام، يعني هسه هذا الشارع تجي تطبي السياره صح لو لا؟ زين ومشاكل هنا والعالم تنطق جيوب وتنباق، والمره ما تقدر تفوت من نازله حامات، انت شايف الجمعه ما تقدر تطب. زين انت من ناوقيس الريد يسوي محلات
ويخلي كضمان للبلدية بصولات كإيجار، هم الدولة تستفاد والمواطن يستفاد. نظام حلو. أبو سجار، أبو فضل، أي ما يقارب تقريبا الشهر ونص، أي محافظ ذي قار برفقة مدير هيئة استثمار ذي قار افتتح مشروع نبي الله إبراهيم الخليل. حد خلى العالم هاي تهجمت. شنو السبب التوقيت؟ تهجمت عليه هاي العالم، هاي البائعة الخضرة. أنا حسب ما سمعت ما شفت، مو عليه هو الرجال ما أجا، تهجمت على الموظفين بالطابوق وبالطماطة، وهذا الشكل مو حلو. يعني هاي دولة جاية تريد تسوي شيء زين للمواطن تهجموا عليه، فهو خليجي ويطلع قوة وياه ويسوي محلات ويسوي نظام حتى يفيده، حتى هو ينمدح هسه ولا باشر. هسه العالم جاي تمدح بيه، يقولون هذا سيد المحافظ احسن من اللي قبله واحسن من اللي يجي. هذا رجال من هلا الله، انا ما شايف الرجال، بس حسب امدح اسمع عنه المدح. سووا نظام محلات. يعني هذا العمل الوحيد اللي تسترزق من عنده؟ اي والله هاي انا مو يعني ما عندك وظيفه؟ هم مو لك هاي يعني؟ اي للمرأة مرتي ومريضه بالبيت تعبانه والها وقاعد بيها. وانا هم ما عندي شغله وهاي. حجي ابو فضل ما عندك راتب؟ لا راتب عندي، شذب مو زين، انا ما اعرف الشذب، عندي مال رعايه. رعايه مو مال عاطلين لان انا مريض. جد الراتب تقريبا؟ هسه عود صارت في زياده 175. 175؟ تتوقع بانه 175 راتب يكفيك انت وعائلتك؟ والله انا جهال ما عندي، يعني احاول بي شلون ما كان المصرف من البسيط، وهذا للطبيب اعالجها هي لان هي مريضه كلهن. 175 اخلي مصرف 25 اليوم، 150 للطبيب. 25 مصرف شهري؟ الي لا اي الي عود الي. لمده شهر؟ اي لمدة شهر، و150 إلها للطبيب، لأن أنا كل 10 أيام أوديها للطبيب، متابعة تدري للطبيب. أول تمس والله كسرت رجلها، أنا ذاب ل60,000 دينار عليها، هسه عدها لها مونا. أنا والدي تو توفى صار له شهرين وعدها اللي قاعد. وبيت ما عندي، حاولت على قطعة يعني لو 100 متر ماكو، إلا اشتريت لبيت تجاوز ب5 ملايين، وما عندي هسه أرد عدل أرممه، ما عندي. هم طايح بلوك تجاوز هنا أنا، وهم خايف أقول خاف تجي دولة جديدة هاي ويقول لك قوم، صح لو لا؟ وعلى الله الله كريم. والله أولا الوضعية تعبانة، وريال أشتغل عامل، وبس أنا وحيد لأبوي، بس أنا وحيد لأبوي، ريال أشتغل عامل كفيك العباس من الليل لليل، وما بدي بس هذين 25 راح أسوق بين هسه، لا راتب، لا هاي، لا عاطيني كل شيء ماكو، لا قطع، لا هاي، متزوج. الحمد لله متزوج. متزوج ليش ما عندك عاطل؟ ما عندي عاطلين، قدمت ذاك اليوم قالوا كل شيء ماكو، لا عاطلين ولا هاي، هسه مقدم على قطع كل شيء ماكو، وكهرباء تعبانه وكل شيء ماكو، وضعيتنا تعبانه كلش. بعد راد اشتغل عامل، اشتغل فلاح. بعد اي والله اشتغل فلاح، اشتغل عامل كل شيء اشتغل. بعد ريال تعبان كلش، كفيك العباس وعدي انزلاق بظهري. بعد انزلاق بظهري؟ اي والله. بعد من الشغل، من الشغل شو اسوي؟ من العيشه واحد شو يسوي بعد؟ من العيشه. كيفك الله بعد؟ طيب وضعيه تعبانه كلش. اذا قلنا لك وجه رساله لسياسي او مسؤول، اوجه لمن؟ اوجه لمن؟ اوجه لمن؟ سولف شو اوجه؟ الله وكيك. ذاك اليوم رحت اسوي مليت؟ اي هو العباس مليت. ذاك اليوم رحت اسوي بطاقه سكن يطلب علي 25,000، يعني شنو وضعيه هاي؟ بطاقه سكن بعد يطلب علي 25، شنو وضعيه هاي؟ هاي رشوه. اي والله بعد هذا حكي العدي وممنون لك انا. طيب شكرا جزيلا. رحم الله الدين. خاي ان شاء الله. رحم الله الدين حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. شلونك حبيبي؟ والله زين الحمد لله. ايش تحب تسولف؟ سولف لنا. والله انا اهلي قاعدين بيت بلا جار الشهر 200، وعيشتنا على الله وعلى العربانه هاي. العربانه هاي عيشتك؟ وعلي وابوي مسجل في العاطلي من 2011، اسمه بعده ما طالع. من 2011 لحد الان؟ ايوه حق الحسين. زين هاي قد طلع من الاعتراف تقريبا؟ شو طلع يوم يطلع 5,000 وين حتى سباق ما يجيب لي البيت. 5,000 شو يكفلكم؟ شو يكفل؟ شو اقول؟ شو اخذ بهن؟ اخذين لي البيت بعد. زين ابوك شو يشتغل؟ ما يشتغل شيء؟ قاعد بالبيت. وانا ابوي عمره 50 سنه يشتغل. يعني هسه الوحيد اللي بالبيت اللي يشتغل هو انت؟ ايه. انت اللي معيش العائله؟ ايه. بعد شلون؟ قد عمرك انت؟ والله عمري 13 سنه. 13 سنه؟ ايه. داوم المدرسه ولا؟ لا ما ادري. المدرسة دوم ما شايفة ولا شايفتني.
بسبب العمل يعني بسبب الظروف المعيشة. بسبب العمل بعد شو نسوي؟ أحبتي المشاهدين، معنا أحد أطفال ذي قار الذي ينقل معاناة مدينة كاملة. السلام عليكم. السلام عليكم، أنا أشهد وزير الوزراء، أنا شاب عراقي ربع ما بجيبي. رضاها كهرباء ماكو، البارحة سبحنا بالطشت، الله يرضاها. جاي تشتغل أنت، شنو شغلك بالضبط؟ أنا أشتغل هنا بالسوق. شو أشتغل؟ عمالة أدفع عربانة. تدفع عربانة؟ إيه. هالعمر؟ إيه. أنت مو بالمدرسة؟ لا بطلت. بطلت ليش بطلت؟ من نار الشغل، ما عدنا عيش، أريد العيش. يعني أنتم بالبيت ما عندكم راتب؟ ما عدنا راتب. أبوي يشتغل عمالة. ما يكفيكم مصرف العمالة وخليك تطلع؟ إيه، ما يكفي. زين هسه اذا توجه رساله رئيس الوزراء على مود بلكت يصلح حالك، شو تقول له؟ اي لا يكون يوفرني العيش وهاي راتب. ايه روح المدرسه. تريد تروح المدرسه انت؟ ايه بس ما اقدر بسبب الشغل. ايه بيت كله طايح علي، كله طايح، حتى اخوي مو صاحي. قبل قرايبنا تعطينا ماتت من الامراض. بيتنا كله طايح وعلي. وين بيتكم بالناصريه؟ انت هناك يم سيد عظيم. يم سيد عظيم. اي ابو بالبالن. اي يما شارع مال سومر. زين انتم عندكم مثلا راتب معين؟ راتب ما عندنا. ما عندنا راتب، ما رعايه، ما عندنا والله. ليش؟ شنو السبب؟ ماكو يا يسوي لنا. حتى البيت طايع علينا كله وعلي. شو اسمك انت؟ علاوي. علي شنو علي؟ علي لازم دبر. اي كلها تعبانين. قبل قرايبنا تعطينا خبزه ماكل. زين شو تقول، شو تقول للمسؤول او رئيس الوزراء؟ اي قلنا ما عاد حيرة، كلها طايح والله. تريد بيت؟ اي كلها طايح بيتي. تريد بيت وراتب، تريد اي بيتي كلها طايح والله، حتى الخلوه طاحت علي. زين شلون عايش انت؟ ماكو، الواد مطينا لي بربع، حتى الكهرباء ماكو. كلها بيته طايح وعاد ذاك يعني تعتوبه. تحدث الجهال ويتام وقاعده بالشمس ومعيشتهم لا كميه ولا تعطونا راتب وقاعدين بالشمس واحنا حريم وعجايز. هذا اللي عندي. هلبة الحكومة تتعطف علينا بالكمية، ما نريد منها شيء. يعني ما انتم ما عندكم راتب مثلا بالبيت؟ كل شيء ما عندي، بس الله. زين ما عندنا، ابوهم متوفي. انت هنا قاعدة بهذا العمل تقريبا؟ اي اشتغل بهذا واخذ لي علاقة، بوتيتات، طماطات، لا لحم اشذب عليك ولا دجاج. زين من هذا العمل تقريبا ايش قد تحصلين وارد يومي مثلا؟ كيف احصل لي؟ اي اصرف، ما اخذ لا لحم لا دجاج لا سمك. اخذ من البسيطات. اي وقاعدين بالشمس. زين انت مرة هاي عتها تمام. يعني هسه انت مره كبيره ومره مريضه. اي والله هاي على العصر. على العصر. هاي من التسعين لهسه قاعده، من كنا تبت. اي واللي يكذب عليك على الله ما يكذب. انت لا تريد تعطيني. زين يوم هسه انت خلال يعني من التسعين لحد الان شفتي انواع المعاناه. اشكال مرت علينا فعلا يعني بعد السكر تشوف الطيب وتشوف اللي اي زين هسه عندك رساله معينه مثلا توصينها مناشده معينه حسب ولعله يعني يوفروا لك راتب يوفروا لك انا اقول احنا ناشد الحكومه توفر لنا بس الكميه بس الكميه اي بس الكميه نريد الكميه لان احنا عندنا جهال وعندنا ايتام وما عندنا وقاعدين بالشموس ونريد من الله ومن الحكومه توفر لنا الكميه ما قاعدين يعطونا هاي ثلاثة اشهر لا تمل لا طحين لا شكر لا شاي نجدي هم اللي يعطيك يوم جندي وبتجدي واحنا ناشد الحكومه بس هذا تسوي علينا واحنا ناس عراقيين مجاهدين وقاعدين بالشوارع ومو ان القعده ناس شياب اي وانت تشوفوا اللي مشعل العصا بعد في خير هاي العصا ما تقدرين تمشون بدونها ما اقدر بدونها واحدة من رجلي ما اقدر منها واحدة لا امشي من ركبتي ولا عندي قالوا لي العملية بخمس ملايين ما عندي منين اجيبها والله كريم بدها تقضي هي قاضية هذا اللي نطلبه من المواطنين ومن الحكومة دافعنا وتعطينا ما اريد منهم شيء اريد منهم بس الكمية تشتغلين هنا انت بسوق خرج؟ اشتغل بسوق خرج جواك ايش تشتغلين؟ بهاي البسيطية مال بالة شنو هالبسيط يعني مثلا توفر لكم مصروف؟ توفر لنا علمك علاقه ناخذ لنا طماطات وبتيتات كل شيء ماكو. كل شيء لا عندنا رواتب ولا كميات الراتب 125 كفي لك ابو فاضل ما يكفي علاج للضغط وعلاج للسكر ما يكفي هاي وهاي اللي هالامور ما اشوفها
وممددت هي كل شيء ماكو. وكل ساعة واحد يجي. وعائلة عدني وكل ساعة ويانا واحد شيله مع السوق هرج. ومرب على الله وعلى الذهاي شوف هالزبالة كل شيء ماكو، شنو اللي عندنا خالة؟ كل شيء ما عندنا. كفيلة كبو فاضي، الناس ايتام وفقرة وكل شيء ما عندنا. زين انت عندك ست ايتام؟ ايه ست ايتام. ايه شلون معاشتهم ذول ست ايتام؟ بالعباس على هاي، بالعباس على هاي. هاي شوفها طلع لي 5000 من هي اخذ لهم طماطات وتيتات هاي هيك. كل شيء ماكو. شو نسوي؟ اذا احبتي مشاهدي قناه دبليو تي في وطن الفضائيه، احد الامهات العراقيات نقلت قبل قليل حجم الماساه وحجم المعاناه في الشارع الذقاري في مدينه الناصريه، هذه المدينه المجاهده التي اعطت فلذات اكبادها، اعطت حقيقه ما اعطت للدوله العراقيه، اعطت لهذه الارض، اعطت للمقدسات، ولكن بماذا تبالي حقيقه؟ يعني بالمعاناه، بالفساد السياسي، بالفساد الاداري وكذلك المالي. معنا احد الامهات العراقيات. السلام عليكم. عليكم السلام. قواك الله. قوا حيلك. الله يحفظك. عندك معاناه تريد تنقلينها؟ خاله شين نقل سواد وجهي. الله وكيلك، محل هذا مفتوح وعوائل عندنا وكل شيء ما عندنا وكل سعويه. مستثمر، مستثمر. هي حاط له قواني من البوق. تسمع وعينهم على هالمحل هاي والبسطيه هاي، معيشيننا عوائل وكل سعويه انا بالشفلات. كل سعويه جاوا شيلوا. شيلوا، راح نسجلكم نسوي لكم هاي شو اسمها كشكات. احنا هسه ما نريد الكشكات، احنا متعودين على الضيم، لا كهرباء، وقاعدين هنا ونعمه الله وعايشيننا عوايل. كل ساعه وقالوا شيلوا، راح ياخذها مستثمر. المستثمر قواني عنده وين يوديها؟ كلها بوق ما يوزعها علينا ويزود رواتبنا. كل شيء ماكو، رواتب 125. شو نسوي بها؟ زين الكشكات ما يخدمكم افضل من ما يخدمنا، ياخذونها من عندنا يكذبون، يدون يسوونها اطباء. نشدنا عليها، بدوا بها العمارات منك من هاي الفلكه، يدون يسوونها عمارات، بس يشيلون هاي هي بعد. كفيلك العباس كل شيء ما نشوف. والله العظيم بالشفلات. احنا متحلفين لا يبوا الشفلات، هذا مقعدنا. نقعد يشيلونا بالشفل، خلي يفصلنا هذا ابو القواني. حاط له قواني ويفصلنا. ايه. وبعد ما تشوفون الا شوفتكم فكونا من عندهم. ايه ان شاء الله. ايه هذا البسطيه يعني مصرفه يكفيكم للبيت؟ والله ما يكفي. ما يكفي. ما يكفي بس الكميه يراد لها يوميه 20. شكو واحد اسئله من سوق هرج من اللي جاي يشتغل هنا يقول البسطيه ما تكفي مصرف. ها انا اقول لك قوت طماطه بتيتة خضره. هاي انا اقول لك هاي اللي نحصلها. والله لا كميه، كل شيء كله مشترى، شاي، شكر، دهن، صابون، كل شيء. ماكو ماكو داحتك والله العظيم ماكو. هاي العالم عايشه على الله وعلى هاي. والولد يوم يطلعون عمال يوم وشهر ماكو. شو نسوي؟ كلها متزوجه وعندها جهال. ماكو وعندهم جهال. وعلى الله بعد. فكونا من ذول اهل القواني حايره بفلوس، هي يعطونا كل واحد 30 مليون ونقعد وياخذون المحل. يعطونا 30 مليون ونقعد بعد. خمسه افتح لي محل ببيت واقعد. شو تسوي على العيشه؟ راتب عندنا وقطعوا العام. عندي اولاد اثنين. شنو الراتب؟ راتب لا راتب ابوي مدني تقاعد مدني وتحول اليه. فقطعوا قالوا عندك ولد تخرج ما لك اي راتب، روحي الرعايه روحي. نزل الراتب، نزلوا الولد وخلوا بس ذاك الثاني عندي واحد قاصر. قالوا لا ما يصير، فما يخلوني ادخل للمدير اصلا، ما اوصل للمدير، حد للحاسبه ما اوصل للمدير، يعني كل ما اجي اريد ادخل للمدير ما يخلوني من العام والسنه من الشهر الرابع لحد الان. هذا الولد اللي يتخرج هسه بغض النظر عن ايه صناعه تخرج ادوات طبيه، هذا القاعد هسه قاعد يمي بسكرج. يعني هسه ما متعين؟ ما متعين، هذا القاعد صار له جت خريج تقريبا سنتين صار له ما متعين؟ لا لا ماكو تعيين له، قاعدين على هاي بيت ايجار. بيت ايجار؟ اي وولد عندي بيه سرع. اي والراتب ماكو، اروح عن راتب اول شيء مو هم مطيني اياه، راتب مال ابوي موظف قديم يعني. اي وتحول الي باسمي. اروح الاتجاه الثاني قالوا لا ما له علاقه، ذولي مو مال ابوهم على مود ينزلون الراتب مالته، هذا راتبك انت يعني حقك انت بحاله يعني اذا توظفتي. سالت قانونيا بانه سالت سالت ما ينقطع، لان قال بحاله اذا انت موظفه او متزوجه ينقطع الراتب، لان هو مو راتب ابوهم، راتب ابوي انا. هي مديره التقاعد التقاعد هذا مدير. شو اسم المدير تعرفينه؟
هذا التقاعد هذا. اي ما اعرفه يمكن احمد. لا ان شاء الله ناخذ اسمه ان شاء الله ناخذ. اي استاذ احمد بس ما يخلوني ادخل له، كل ما اجي سال السيد قالوا لي لا عادي الراتب مالتك انت مو راتب اولادك، بحاله اذا توظفتي او تزوجتي الراتب ينقطع. هو هذا معروف. اي بس مع اولادك ذول اذا راتب ابوهم ينقطع اذا تخرج، اذا توظف بحاله توظف طالب مدرسه هم يستمر. فانقطع من شهر الرابع لحد الان، لا يخلوني ادخل للمدير احاكي بالباب ما يخليني نهائيا، ويصيح ويتجاوز على الحاسبه نفس الحاله هم يزمخون ويصيحون، تدخل مديره التقاعد تلقاها تشلخه ما حد يحاكيك وما حد يعطيك جمله مفيده. هذا موضوع اخر هو الفلسطيني عايشين على الله وعليها، بس ماكو لا كسوك هسه اليوم قاعدين الصبح لسه حتى 10,000 ما بعناه، يعني يوم نبيع ويوم اي بيت ايجار 250، ولد عندي هذا بيسرع على الله وعلى هاي، نبيع ناكل ما نبيع ما ناكل. جاي تبيع ماي؟ اي ابيع الماي. بيت ايجار حالته تعبانه كلش، ها ابيع الماي هاي عايش فيه، اذا ما طلعت اموت من جوع. كيف تحصل من الأوارد تقريبا؟ تقريبا 2000 دينار 2.5. الله اي والثلج ب 750. اي كرب روحه 1000 دينار بالمدينه. حصل بها ايش قد يبقى له؟ ايش قد يبقى له؟ 1500. اسوق به. انت متزوج؟ متزوج بايجار. عندك اطفال؟ عندي 2 ومرة عجوزه تعبانه امي. عايش بيه عايش بيه. زين هسه هاي شغله انت شلون عايش من عندها؟ ما هي هاي عايش بيه لا راتب لا هاي كل شيء ماكو. يعني راتب عاطلي ما طالع لك؟ لا انت متزوج وعندك اطفال، هي. ليش ما طالع لك راتب عاطلي؟ انا ما مقدم يعني ما مسوي شيء. ليه شنو السبب؟ نسيت وشغل. تتوقع بان الحكومه تمشي على المحسوبيه وتمشي على الواسطات مثل ما يقول؟ اي كلها فزات اكو اي تعبانه حالته كلها حاله تعبانه. زين هسه قدامك الكاميرا عندك فد رساله معينه او مثلا مناشده معينه؟ والله ان شاء الله ايش يسووا لي راتب يسووا لي هاي يساعدوني. ابو من انت؟ ابو سجاد. ابو سجاد ان شاء الله يطلع راتب ان شاء الله يتحسن حالك. هي هاي حالتي والله عايش على الناس على المساعدات. جوارينا شويه زينين وهاي عايش عليهم ويطوني. قادة البلد يقولون اذا كان رب البيت للدفنه قرون فشيمته اهل البيت الرقص وطربوا. احنا بالنسبه لنا القاده اللي اجوا وكلنا يعرف صغير وكبير، بالنسبه للقاده اللي اجوا كانوا مجاديه بالخارج ما تقبل نقاش. زين سواء الجعفري المالكي كل السياسيين. يعني هسه انت تقول المنظومه السياسيه من عام 2003 لحد الان هي منظومه فاسده ما اجى بهم واحد خير او شريف؟ فاسده وفاشله ومو مال قياده، اصلا مو اهل قياده هم ذول. احمد الوردي كاتب المصري يقول مصر او ما اتذكر بالضبط، المهم يقول مجموعه من اللصوص ليس لهم علاقه لا بالدين ولا بالسياسه. هذول هم سياسيين عراقيين. زين زين هذول السياسيين من اللي وصلهم رايك؟ هو اللي وصله اكيد الشعب العراقي، اكيد اختيار من خلال صناديق الاقتراع. جهل وتخلف العالم. هسه ليش هسه كلها حقوق هاي؟ هاي هسه بالنسبه لها كلها لها حقوق، بس احنا شنو العقليه مالتنا قبليه. هسه احنا اذا تصير مشكله بالعشائر عشائر على فشي تافه يعني اجلك الله على بقره. زين اقل شيء 5 موتى و20 جرحى و30 يعني انا اقول لك تصير حرب اهليه. زين ليش تخلف هذا؟ انت هسه حقك هذا اللي عند الدوله عند السياسيين يعني شنو ايش عجب ما ادري يخلون بالكميه فشي مثلا سحر العالم هاي ولا ما ادري يعني عجيبه. زين هسه صارت الكميه سله غذائيه وراح تنقطع. انت شوف هذا اليوم اللي احنا هسه العالم تبكي بيه باكر راح نبكي عليه. ثق بالحسين باكر راح نبكي على هذا اليوم. زين ما دام السياسيين موجودين بستغل كلامك هذا بخصوص الانتخابات.
من 2003 الى 2021 18 سنه، كل اربع سنوات انتخابات، ماشي زين. بال 2021 الانتخابات اللي جايه تتوقع انه راح يصير اكو تغيير بالمنظومه السياسيه بالعراق؟ ابو الصناديق حزبي، والمراقب حزبي، والقاضي حزبي، واليفرز حزبي، من نفس الاحزاب. ايش تتصور يعني؟ ايش تتصور شنو وليبت يصير تغيير؟ ما يصير تغيير حبيبي، هذا وضعنا راح يبقى الى يوم القيامه، الى يوم القيامه. والا الشعب هتشوفه الحمد لله والشكر تعبان، هو كله تعبان زين، بس ما يعرف طالب حقوق، ما يعرف ياخذ حقه زين. حقوقنا من دول السياسيين المفروض تؤخذ، مو تطلب من عندهم. ما اطلب وجد من عندهم، هم بجاديه انعم الله علينا، اجوا عندنا بالعراق هنا لبسناهم قوط ورباطات، صعدناهم سيارات كلها من هالاحدث موديل زين. فهذا تخلف الشعب والمافيات اللي موجوده والاسلحه اللي عندهم والقواعد اللي صارت قويه، كلش قويه عندنا زين. الى يوم القيامه يلا يتغير وضعنا. الحكومه جاي تنزل بينا الجو، تضغط علينا وتنزل بينا الجو، احنا شنو النحس يعني؟ الشعب مثل ما تقول ينكسر واسه او يحبط معنويا وماديا وكلهم ينتهي منه. وقعنا وهاي الانتخابات راح يصير اكو تغيير معين ان شاء الله، هو هذا اللي نقول ان شاء الله. بلك يالله احنا نريد تغيير ونريد نغير ان شاء الله، بس كون غير نلقى الاصلح وين؟ اذا لقيناه صدق هاي العالم كلها تنتخبه، لان هي كلها تريد الاصلح وتريد الزين وتريد التطور وتريد الاحسن زين. هسه شنو العيشه العالم عاشتها دولة العراق يعني هسه من ما تحسبها هي اغنى دولة بجوز بالعالم، يجوز هسه مو اغنى دولة يعني، عندها ثروات يعني تكفي دول. شنو المستفادين؟ شنو اللي محصلين؟ هاي الشباب هات الشباب، شغل ماكو، دور شغل هذا. والله يا مسوق تعبان، هو من الصبح لين طلعنا 50 60 واحنا عمار ايه تعطيك 10000 12000 هسه. انت شغلك من الصبح لليل 12000 12000 ايه، وقاعدين بالايجار احنا قاعدين بالايجار وعشر. شو طيب شو تكفلكم؟ عندكم راتب بالبيت؟ والله ابوي عنده عاطلين ايه. شو تسوي؟ هنا من الصبح لليل كانت لك الحال، وانا كلنا عمار. زين شنو رايك بالقضيه التجاوزات اللي جاي يصير يعني؟ التجاوزات يعني انتم معها وجهه؟ لا هسه زين ما يحاكونا، بس مرات يجون يشيلونا. شو يسوي؟ وين نروح؟ هسه انا باجي عقبال السوق هذا كله يشيلونه، وين نروح؟ ما حاري. اذا كنا من مدينه الناصريه الفيحاء، هذه المدينه المجاهده، هذه المدينه المليئه بالثروات، لكن اهلها لا يستفيدون منها حقا. انتهت حلقاتنا او حلقه من حلقاتنا في برنامج الشارع العام، انتظرونا في حلقات اخرى. الى ذلك الحين انتظرونا، في امان الله.